بعد فتح أغلب مدارس محافظة نينوى وشملت أكثر من 2000 مدرسة حاليا، شملت عدة أقضية ونواحي إضافة إلى داخل مدينة الموصل في الساحل الأيمن، وشملت كل من قضاء الحمدانية وتلكيف وقضاء الموصل، إضافة إلى قضاء الحظر في القيارة وناحية ربيعة. واستثنى من هذا القرار حاليا في الوقت الحاضر كل من تربية سنجار وتربية اللحفر وتربية البعاج وتريث في تربية ربيعة حاليا، إضافة إلى أنه في الوقت الحاضر تم أغلب التنسيبات في الساحل الأيسر لوجود فيض كبير في هذه المناطق ووجود شاغر في الساحل الأيمن وأغلب المناطق التي هي خارج الموصل حاليا. الهدف منها هو نجاح العملية التربوية بالتأكيد، لأن العملية التربوية معتمدة على طلبتنا الأعزاء الموجودين حاليا في الأقضية والنواحي، نفتقد الكادر حاليا في هذه الأقضية والنواحي، فارتأينا أن تكون الخطوة التحاق كافة معلمين ومدرسين إلى مدارسهم الأصلية. بالنسبة لسد الفيض والشاغر في أيمن وأيسر الموصل، في أيمن الموصل فتحت أكثر من 110 مدرسة ابتدائية حاليا وأكثر من 25 ثانوية، وفتحت أكثر من 30 متوسطة في الساحل الأيمن، فبالتأكيد هذه المدارس فتحت بحاجة إلى كوادر تربوية، وأغلب هذه الكوادر هي موجودة حاليا في الساحل الأيسر، فارتأينا أن ننهي التنسيبات لهذا في الساحل الأيسر لسد الشواغر الموجودة حاليا في الساحل الأيمن والأقضية والنواحي، والخطوة التالية ستكون ستشمل كل محافظة نينوى. ستكلمك وجهة لزملاء من التربويين. نهي بإخواننا التربويين من معلمين ومدرسين وموظفين الالتحاق في مدارسهم لنجاح العملية التربوية تعتمد على المدرس وعلى المعلم. فنهي بإخواننا الالتحاق والإيثار على النفس رغم معرفتنا وعلمنا بوضعهم الصعب سواء من الناحية المعاشية أو بالنسبة للطرق المغلقة أغلبها. شرعت المديرية العامة لتربية نينوى بتنفيذ خطتها الموسعة لتسوية الملاكات التدريسية من أجل إعادة الحياة إلى مدارسها في أيمن الموصل والمناطق التابعة لتربية القضاء. أخوتنا التدريسيين محافظة نينوى اليوم بحاجة إلى أن نقف وقفة واحدة من أجل خدمتها. لقد عانى أبناء المحافظة من الظلم الكبير خلال سنوات سقوطها بيد المجاميع الإرهابية، واليوم هنالك العديد من العوائل في أوضاع معاشية ليست بالسهلة، وليس لديهم ما يكفي لنقل أبنائهم إلى مناطق أخرى لإكمال دراستهم. نحن مطالبون جميعا للوقوف معا وإعادة افتتاح جميع مدارسنا، وهنا ندعوكم أخوتنا التدريسيين والتربويين بإدراك هذه المسؤولية. اليوم بلغت مجلس التسوية طلع عليهم من الصبح نورما جيجي على الشرق، تطلع الجولة سريعة في حالة أن أكو مدرسة راح تفرض يوقفون طريقة الأمر، إما استشاروا المقيم نفسهم.